دكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وقعت 3 اتفاقيات لتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الصندوق السعودي للتنمية، وده في إطار منحة المملكة بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه. ووقع الاتفاقية من جانب الصندوق السعودي للتنمية المهندس حسن العطاس رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر. مراسم التوقيع شهدها المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة. في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، وقعت الوزارة 3 اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية بقيمة 125 مليون جنيه، وذلك من أجل توسيع دائرة التكافل وفتح فرص عمل للشباب. بالفعل هذا التمويل هيدعم القطاع الخاص، وهيدعم يكون دور القطاع الخاص له دور أكبر في النمو الاقتصادي، والأهم إن هو في تنوع من أدوات التمويل، لأن ده من ضمن الحاجات اللي كان بيطالب بيها الشباب، إن هو مش بس يكون التمويل من خلال الجهاز المصرفي. وبنشكر الصندوق السعودي بقى مش فقط على هذه المنح، ولكن الأهم على المشاريع البنية الأساسية ومشاريع المدن اللي هي بالفعل الحمد لله تم إنشائها بالأخص في شبه جزيرة سيناء. وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا. هذه الاستثمارات التي تم توقيعها اليوم شيء نوعي، والجميل فيها إنها تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والزراعة والثروة السمكية والطاقة المتجددة. الشيء الآخر أن هذه المشروعات تشتمل على كافة أقطار جمهورية مصر العربية، وتركز على المناطق والأرياف والمناطق البعيدة عن العواصم وعن المدن الكبيرة، وهذا أمر جيد وإيجابي ويساعد في خلق فرص وظيفية. تغطي هذه المشاريع مجالات مهمة مثل الثروة السمكية والحيوانية والطاقة المتجددة وبعض المشاريع الصحية. هذه المشاريع التي وقعناها اليوم بحدود 125 مليون جنيه، والمنحة المقدمة أساسا تبلغ 200 مليون دولار. وتعد هذه الاستثمارات إضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودي للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص، لتؤكد عمق العلاقة وقوتها بين الأشقاء. أحمد عبدو، MBC مصر.